أهلا بكم إلى الأخبار الاقتصادية في العراق. حذرت لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية من تنامي سطوة الأحزاب والعائلات على شركات وزارة الصناعة والمعادن، وقالت اللجنة إنه بات من الضروري التحقيق في قضية استيلاء عوائل وأحزاب على شركات وزارة الصناعة. وأضافت اللجنة أن هناك شبهات فساد في العقود المبرمة داخل الشركات التابعة للوزارة، مشيرة إلى أن جميع المشاريع التي ترد فيها شبهات فساد سيتم إحالتها إلى هيئة النزاهة والقضاء. اختتمت بورصة العراق جلسة تداول اليوم على ارتفاع بنسبة 0.7% عند مستوى 489 نقطة، وتم تداول أسهم 22 شركة، ارتفعت منها أسهم 9 شركات وانخفضت أسهم 3، بينما استقرت أسهم 10 شركات عند المستوى الذي أغلقت عليه يوم أمس. وسجلت قيمة التداولات نحو 416 مليون دينار، بينما بلغت عدد الأسهم نحو 596 مليون سهم، بعدد صفقات بلغ نحو 300 وصفقتين. وبلغ عدد الأسهم المشترى من المستثمرين الأجانب نحو 51 مليون سهم بقيمة بلغت أكثر من 28 مليون دينار، من خلال تنفيذ 24 صفقة على أسهم شركتين. حصلت شركة بينابوري هولدنج الماليزية على عقد جديد للطريق المزدوج من مفترق الإصلاح إلى الشبايش في مدينة الناصرية بمحافظة ذيقر. وذكرت الشركة أن قيمة المشروع تبلغ 87 مليار دينار عراقي، أي ما يعادل 73 مليون دولار، لبناء طريق مزدوج بطول 74.5 كيلومتر مع 7 جسور يتراوح طولها ما بين 14 إلى 87 متراً. قالت مديرية الثقافة والسياحة بإسطنبول إن السياح العراقيين الوافدين إلى إسطنبول جاءوا في المرتبة الرابعة من عدد السياح الأجانب الذين وصل عددهم لنحو 5.5 مليون سائح. وكشفت البيانات أن عدد السياح العراقيين الوافدين إلى إسطنبول في الفترة ما بين كانون الثاني وأيار الماضيين بلغ 204,000 سائح، فيما أشارت إلى أن السياح الألمان تصدروا القائمة ب 395,000، تلاهم الإيرانيون ب 337,000، ثم الروس ب 291,000 سائح. وأضافت المديرية أن عدد السياح شهد ارتفاعا بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018. قالت وزارة الزراعة إنها أطلقت نحو 188 مليون أصبعية من الأسماك العراقية في المسطحات المائية. وأوضحت الوزارة أنها قامت بإطلاق نحو 180 مليون أصبعية في مختلف المسطحات المائية والمياه الداخلية والأهوار والسدود، ونحو 8 مليون أصبعية من البني في أهوار الوسط والجنوب. وسدت الكوت بغية إعادة وتنمية نشاط الثروة السمكية وتعزيز المخزون السمكي وتوفير الأسماك للصيادين. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد. إلى اللقاء.